أن تم إيقاف خلال هذه العملية 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 68 سنة، حيث تم ضبط كمية من المخدرات قنب هندي قدرت ب 194 كيلوغرام و 340 غرام، إلى جانب مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقارب 4 مليار سنتيم، ومبلغ مالي بالعملة الأجنبية قدره 2095 أورو و 5000 دينار. حجز كمية معتبرة من المفرقعات والشماريخ قدرت ب 3930 وحدة وحجز 3 مركبات.